أمر السيد الرئيس صدام حسين بحجز الفنانين المدرجة أسماءهم لمدة 6 أشهر اوف وحد ومعاملتهم معاملة السجناء دون تمييز. نظام دخلنا حلوة. بالتسفيرات، اوف بالتسفيرات يعني حالنا حال البقية حال اللي مزجون على قتل واللي مزجون نظام، أي هذا أي صدقني. نظام صارم. أولي لعد هذا لو توني وقحطان ونص الإعلاميين النصر دن اللي طالعين اليوم موجودين بزمن الدكتاتور قبل 2003، غير كان علقهم من أصابع رجليهم بالتحرير. عود قل لعلي حسن المجيد المكنى بعلي كيمياوي حرية الرأي وحق الديمقراطي والتعبير عن الواقع. إذا في وقتها ما عفط لك يقول لك يعني بشرفك ناس فنانين ومثقفين بدل ما تدعمهم وتكسبهم الجانب الدولة تعاملهم معاملة طيبة، تشمرهم معسكرات ضباط بالرضوانية حالهم حال المجرمين وقطاع الطرق. من هاي هيثم يوسف كان يغني يا ناس رحموا بحالي، وكل هاي السنين عبالنا أغنية عاطفية طلعت مناشدة مشفرة للأمم المتحدة. زين أنت من هيك سويت بيهم ايش تتوقع منهم؟ يرحموك إذا دارت الدنيا لو يشعلون أهل أهلك على قد الضيم اللي شافوه على إيدك؟ هي عقوبة تربوية. أنت لا تقول لي طبعا طبعا، يعني هسه أنا شلون دا أشوف ابني بعده صغير وابني دا وصلوا له خبر انه ايه دا يدخن او كذا او طبعا تربوية. اي ها اجراء تربوي طونك يا ابو طونك، الظاهر هذا يحب واحد يأذي طونك يا. ليش هو يلام ابو المثل من يقول يحب دماغه؟ اقول له فنان وصاحب احساس مرهف ولازم الدولة تعامله معاملة خاصة تتناسب ويا الفن اللي يقدمه. يقول لي الرضوانية اجراء تربوي لعد تربوا، اذا اريد يعاقبكم وين يوديكم؟ السجين جوانتنامو لو يشمركم نقرة السلمان ويحسبكم خونة وجواسيس. وانا متاكد ورا كل هذا اللي يسويه بيكم تبقون تحنون الايام وتعذيبه الكم. ده هاك حزنتي على النظام؟ نعم جريئة. اي نعم حزنت، ليش لا؟ انسان او نقول نظام كامل حكمك 35 سنة. أنا ما إلي علاقة بالطائفية، ما إلي علاقة أنه لكون فلان منه وفلان منه، بس كان الأمن كان الأمان كانت حياة غير هاي الحياة. زين فهذا اللي خلاني أحزن. يعني ترحمتي له؟ نعم. بكيتي عليه؟ نعم. أي با والله حق تبكين عليه، لأن صدق كان موفر أمن وأمان وتحكين براحتك وتنتقدين أي واحد يعجبك وتطلعين وتسافرين وتاخذين راتب بالدولار، ومن حقك تخلين ستلايت، ومن حقك تعبرين عن رايك باي قناه عجبك، تلفزيون العراق، قناه الشباب، واذا عجبك تنتمين لحزب البعث انتمي، ما يعجبك اختار اي حزب سياسي وروحي سجلي بي. وحريه وديمقراطيه ما صايره بالعالم كله، والمفروض اللي يترحمون له اليوم يترحمون له على قد الرحمه اللي شايلها بقلبه. ده انه فريق كامل مال كرة قدم في منطقة الزوار بالبصرة جابوهم كلهم 18 نفر، هذول احيلوا الى محكمة الثورة بتهمة شنو؟ ست. واحد من عندهم اصدقائهم ومنطقة واحدة شايف رؤية حلم ومسولفة الاصدقاء في ساحة كرة القدم، قال لهم انا شفت هيك حلم انه بالمنام شفت صاير انقلاب عندنا بالعراق. الحاكم عواد البندر هذا قال له انت حلمان هيك شيء؟ قال له اي سيدي حلم. قال له ابني او بابا انا ادري مكتوب قدامي ان انت حالم حلم، بس انت لو ما مفكر بعقلك الباطن ما تحلم هيك حلم، ما تحلم هيك حلم، لذلك نحكمك بالاعدام انت والفريق مالتك، لانه الحلم لربما تطبقونه في يوم من الايام. وحكموا بالاعدام 18 شاب عراقي راحوا بسبب حلم. ها ست هنوده سمعت الامن والامان اللي كنا عايشين بيه بظل قائد الحملة الإيمانية؟ شفت مخافة الله عند الأب القائد؟ شفت الزهد والتقوى مال العائلة الحاكمة؟